بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم إن شاء الله على steps of translation، خطوات الترانسليشن. احنا اتفقنا الترانسليشن معناها إن أنا بحول ال mRNA اللي هو المسج، بفكها وأحولها إلى بروتين أو بوليبيبتايد. ده معنى بالظبط كده، وطبعا ده بيحصل في السيتوبلازم عن طريق المصنع اللي هو الريبوزوم. The steps of translation 3 steps. Number 1 initiation، عملية تحفيز البداية خالص. When the mRNA binds to the ribosome، عندك هنا ال mRNA اللي هو 5' 3'. Once the mRNA reach to the small subunits and the larger subunits of ribosome، this means the initiation of translation. يعني ده هو عملية تحفيز translation of the messenger RNA. يبقى initiation means mRNA binds to the ribosome. Second step which is elongation، اللي هي الاستطالة. البوليبيبتايد is constructed، تبدأ تكون البوليبيبتايد، هو عبارة عن ايه؟ سلسلة منين؟ من الأمينو أسيد. كل مرة ضيف ايه؟ أمينو أسيد واحد عن طريق روابط بيبتدي يرتبطوا مع بعضها البعض. But this is elongation which means the polypeptide is constructed one amino acid added at a time. يعني كل مرة بتضيف amino acid، يبقى بدل ما كانت واحدة اتنين تلاتة بدأت يحصل لها استطالة. عشان كده رقم خطوة رقم اتنين عملية الاستطالة أو الامتداد بتاعها. Third step رقم تلاتة it is a termination، وضع حد نهاية. يبقى فيه بداية تحفيز وفيه استطالة وفيه stop أو termination حد فاصل نهاية. When the stop codon sequence، لما ال stop codon اللي حولنا عليه مثلا UAG أو UGG أو UGA، this sequence is reached to the ribosome. لما يوصل أي واحدة من الثلاثة ال stop codon اللي حولنا عليهم، عندنا ثلاثة stop codon، أي تعاقب من الثلاثة ال stop codon ده يوصل للريبوزوم، this means specify the end of the polypeptide chain. دي بتقوله خلاص ده مش هنضيف تاني أمينو أسيد chain في المكان ده. And the ribosomes in this case، في الحالة دي الريبوزوم يحصل ايه؟ fall away، يسقط بعيدا from the mRNA، يسيب ال mRNA بعيد عن ال ريبوزوم، وبالتالي يبقى دي نهاية تكوين عملية الترانسليشن. يبقى أول خطوة خالص قلنا ال initiation، قلنا معناها ال mRNA binds to the ribosome، وال first tRNA binds to the mRNA message. الخطوة رقم اثنين هي elongation. Amino acids are joined and the first RNA is released and next RNA binds to the mRNA. Termination معناه termination factors binds to the stop codon and then the stop codon reaches to the ribosomes. This fall away from the ribosomes and this is specify the end of the protein chain. وده بيقول له خلاص احنا كده نهاية البروتين اللي هيتكون. يعني ده overview diagram show the translation process. Number one is the initiation. This is the initiation when the mRNA reach to the ribosome and this is the first tRNA and this is the stop this is the start codon اللي موجودة طبعا في mRNA. When the tRNA complement with this start codon، لما يحصل تكامل زي ما انت شايف ما بين الـ A والـ U والـ A والـ U والـ C والـ G، يبقى this is the correct amino acid. ودايما ما يبقى على طول الـ start codon بتديك الميثيونين، حامض الـ A الميثيونين. وده initiation of the ribosomal subunits mRNA، the first tRNA of amino acid and the large ribosomal subunits come together. يبقى لما يجي عندك ال tRNA وعندك ال mRNA وعندك ال ribosomes، يبقى دي على طول خطوة اسمها initiation، تحفيز عملية الترانسليشن. الترانسليشن زي ما انت شايف كده في ribosome هتلاقي فيه small subunits وفي large subunits. ال large subunits عندك فيه عبارة عن ايه؟ في A site اللي هو بتعمل aim from accept، accept ال tRNA اللي هو بيحمل الأمينو أسيد، وفي ال B site اللي هو at which the peptide bond formed، يعني عشان يبدا يتكون ويرتبط الامينو اسيد مع الامينو اسيد ارتبطوا مع بعض بربطه بيبتيديه، عشان كده بسموه peptide او البي سايت.
الرقم 3 هنا في كمان مكان كده بسموه الاي سايت، اللي هو الفري اللي بيعمل اكزيت للتي ار ان اي، لما يسيب الامينو اسيد يبدا يستقل ويطلع من الايه الريبوزوم. سكند ستيب ويتش از ذا الونجيشن، والالونجيشن بيقسموه لخطوتين. لما يبقى عندك التي ار ان اي في البي سايت مرتبط بالبوليبوبتايد تشين او احمض امينيه مع بعضها كده في البي سايت، ويبقى عندك في تي ار ان اي تاني يحمل ايه الامينو اسيد موجود في الاي سايت. الخطوه الثانيه على طول ان يحصل ايه في الاستطاله، لسه بنتكلم عن الاستطاله، يعني بيزيد امينو اسيد كل مره تزيد امينو اسيد واحد، يحصل ان الريبوزومز موف along ذا ام ار ان اي، يتحرك على ايه على الام ار ان اي، يتحرك بايه بوان كودون. طيب يبقى عندك الوقت لما يتحرك حصل اتصال ما بين الامينو اسيد ده، شوف لاحظ اللون الامينو اسيد مع البوليبوبتايد الموجود في البي سايت، وانطلق التي ار ان اي حر ما فيش فيه امينو اسيد، يبدا يدور على امينو اسيد تاني وارتبط بيه ويجيبه للايه للايه الاي سايت مره تانيه، وتبدا العمليه على طول. الريبوزوم تتحرك بوان كودون لحد ما توصل في الاخر خالص توصل ل لستوب كودون. لما يبقى عندك في ستوب كودون كده، once is a stop codon reaches to the ribosomes this specify the end of the polypeptide chain، ودي اللي بتقول له خلاص ده نهاية تكوين السلسلة البروتينية. لما الستوب كودون واحدة من الثلاثة اللي قلنا عليهم توصل للريبوزوم يحصل فول اواي، يعني تسقط الريبوزومات بعيدة عن الام ار ان اي، وبكده يبقى اكتمل تكوين البوليبيبتايد. ده شكل برضو وضح لك انيميشن بيتحرك، وضح لك عملية الترانسليشن. عملية الانيشيشن دايما بتحصل عن طريق ايه لما الريبوزومز يجي يرتبط مع الام ار ان اي، يجي اول واحد خالص هو التي ار ان اي، يجي يرتبط مع الستارت كودون، مع الستارت كودون هي الاي يو جي. طيب بعد كده ايه يحصل عمليه الالونجيشن بقى، يبدا يتحرك الريبوزومز على الكودونز المختلفه، ويبدا يحصل ايه اذا حصل ماتش ما بين الانتكودون والكودون يبقى ده الكوريكت امينو اسيد، وبالتالي يبقى كل مره بنضيف امينو اسيد. Once is a stop codon UGA مثلا أو UAG. Once is a stop codon reaches to the ribosomes, this specify the end of the protein chain. يبقى أنا عندي الوقت السلسلة البكتيرية تكونت لها بداية خالص على start codon، ولما توصل stop codon بتحدد نهاية التكوين أو عملية translation الموجودة في الريبوزوم. ولك لو عندك codon طبعا ACC يبقى الكومبلمنت بتاعها U جي جي ده الانتكودون، يبقى تديك مثلا امينو اسيد معين. ده لو في اشاره مثلا جايه من سيجنالز، اي اشاره جت وصلت للخليه، وصلت الخليه هنا مثلا هتتنقل تدخل جوه الايه الخليه، يحصل ترانس دكشن للسيجنال، يعني تتنقل السيجنالز لحد ما توصل للتارجت بتاعك اللي هو الدي ان ايه، توصل لجين معين في الدي ان ايه يحصل له اكتيفيشن، يعني يحصل له عمليه نشاط فيبدا يحصل له ترانسكريبشن. لما يحصل ترانسكريبشن هيديك ام ار ان ايه، زي ما قلنا الام ار ان ايه بص هنا لما تبر الام ار ان ايه عندك فيه انترون وانترون، لازم يحصل اكسجين للانترونز الموجوده دي، يبقى بس موجود عندك الام ار ان ايه، وبالتالي حصل عمليه بروسيسنج وبقى ماتيور ام ار ان ايه، يسيب النواه عن طريق النيوكليار بور ويوصل للريبوزومز عشان يحصل له عمليه ترانسليشن، وبيديك يتكون البروتين، والبروتين يؤدي وظيفه معينه، بعد كده يحصل له الديجريديشن يتكسر البروتين، وبقى كده حصل عمليه التعبير او ريسبونس، يبقى في اشاره الخليه استجابت ليها عن طريق ان احنا عملنا وصلت الاشاره لجين معين، حصل له ترانسكريبشن وحصل له اكتيفيشن، واداك نوع معين من البروتين، البروتين ده يبدا يقوم بدوره في الخليه، ودي الاستجابه اللي حصلت للسيجنال اللي بيحصل في الخليه. دي ان ايه، لو قلت دي ان ايه مولكيولز هيبقى فيه تريبلت كود، يعني كود بتبقى تريبلت، مثلا لو قلت ان هي اي 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 مثلا يبقى على طول عبارة عن إيه؟ عبارة عن sequence of bases in three، يعني هو عبارة عن ثلاث قواعد نيتروجينية مع بعضها البعض. طيب الـ mRNA فيه triplet code ولا triplet codon؟
في كودون، والكودون في الحالة دي برضو بتبقى تريبلت لأنها complement لتريبلت كود. يبقى what is the codon complementary sequence of bases in 3، وهي تبقى complement لمين؟ complement للكود. طيب ال tRNA has anticodon، الانتيكودون ده sequence of 3 bases complementary to the codon، يبقى الكودون complementary للكود والانتيكودون complementary للكودون. الأمينو أسيد building blocks transported to the ribosomes by tRNA اللي هو الناقل. البروتين عبارة عن enzymes أو structural protein يما تكون وظيفية أو تركيبية. الأمينو أسيد joined together in a predetermined order. نقطة مهمة هو أنك تبقى عارف أن بروتيناتك معروف ترتيبها مسبقا. ليه؟ لأن أنت عندك الـ DNA يحمل الشفرات الوراثية بتاعتك، وبالتالي هو اللي بيحدد ترتيب الأحماض الأمينية وبيحدد أشكالها، وبالتالي يبقى عندي الأمينو أسيد جويند راندوملي عشوائي ولا بريديترمايند؟ لا، بريديترمايند أوردر أكوردنج تو أور جين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.